Your Excellency, Mr. President. عائلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا ممثلي الحكومات المحلية والإقليمية وأيضا الحكومة المصرية الجمع الموقر السادات والسادة. فخامة الرئيس دعني أبدأ وأقول أنني أشعر بشرف عظيم أنني أشعر بأنني في بلدي وفي موطني خاصة مع هطول هذه الأمطار. أننا يشرفني أن أحضر الجلسة الافتتاحية للنسخة 12 للمنتدى الحضري والعالمي، وأنا أشعر بفخر شديد وسعادة بالغة لهذه الهيئات المجتمعة من الحكومات المحلية والإقليمية والتي تجتمع هنا في جمهورية مصر العربية وممثلي الهيئات والحكومات، أن دور المدن المستدامة والمناطق المستدامة ألا وهي أننا نحن نسير جنبا إلى جنب إلى جانب برنامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية، ونيابة عنا جميعا ومن خلال تفويضنا الناجح. وأيضا نتوجه بالشكر إلى المدير التنفيذي للأمم المتحدة. نحن نتطلع أن نعمل عن كثب معكم، واسمحوا لي أن أقر أيضا السيدة محمود الشريف والمحافظ السابق لمدينة برشلونة وقادة المجتمع من أجل دعم تنظيم هذه الدوائر المحلية والإقليمية. شكرا جزيلا لكالارومبو برشلونة. أننا منذ عامين كان هنا، ونحن في الواقع نحن نعيش في منذ عامين أزمات كثيرة تشعر القلب بالقلق خاصة بعد جائحة كورونا. والآن نحن نواجه عالم قاسي وعالم متحول، الصراعات والنزاعات التي ما زالت باقية حتى الآن، ومن ثم يتعين أن نستجيب لتلك الأزمات المتداخلة. وأن المنتدى الحضري العالمي والذي يبدأ من محليا والذي به الكثير من الصدى الذي يتناوله في جميع أنحاء العالم. نحن كل الأمور تبدأ بنا في الواقع. أن الحكومات والتي قادت الفكرة من أجل حماية حيوات الشعوب، وأن يكون لدينا مسكن آمن ويتمتع بالطمأنينة وتحقيق الأمل والأحلام. وأيضا نحن أن في كينيا وأوغندا وتنزانيا والمجتمعات المحلية ومن كوبوكو ومن إيفانكو هيروشا، خاصة فيما يتعلق بشبكة المدن القوية، وكيف هؤلاء القادة محليا يقومون بمواجهة الراديكالية، وأن الحكومات المحلية والإقليمية تسعى إلى تحقيق جدول أعمال 2030، وأيضا في مدينة لاهاي نظر لقربها من البحار ومحاطة بمدن، فأن هناك مساحات قليلة من أجل مساكن جديدة، ومن ثم نحن نعمل على بناء مساكن مرتفعة في القاهرة وهونغ كونغ. ومن ثم من المهم مراقبة مستوى الخدمات حين نعمل على استيعاب المزيد من المساكن. ونحن سنستمر في تحقيق التوازن والعمل على ضمان المساحات الخضراء وأن تحتل أولوية قصوى في المدن، وتيسير الحوار بين أصحاب المصلحة والمقيمين من أجل السماح بمزيد من المشاركة. هذه الأمثلة توضح أهمية الحكومات المحلية لتحقيق مجتمعات خضراء تتمتع بالرفاهية وبيئة آمنة للجميع. وأيضا من المهم أيضا أن يكون هناك عناية مولاة من قبل الحكومات المحلية على مدار سنوات عدة. ولهذا نحن ندعو النظام العالمي لتعزيز الالتزامات المستقبلية، وأيضا انضمام الحكومات المحلية والإقليمية
الإقليمية في حوار يتعلق بالحوكمة والتمويل. يتعين علينا أن نؤكد الدور الخاص بالأجندة الحضرية الجديدة من أجل تحقيق التحول من القاعدة إلى القمة. كل هذا من خلال التوطين سيكون هناك فرصة للوصول إلى المساكن، مواجهة الطوارئ المناخية، وأن يكون لدينا نظام إيكولوجي متوازن ووضع المجتمعات في قلب بيئة آمنة ومستدامة ومستقبل آمن ومستدام يحقق الأحلام والأمال. أن توطين أجندة التنمية الحضرية هي مهمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجدول الأعمال، وأيضاً التحقيق التنمية الشاملة وجدول أعمال خاص بها. بعودة من قمة المستقبل، أن يكون لدينا طريقة للتنفيذ وتطبيق جدول أعمال المستقبل أجندة 2030، وأيضاً خطة إنقاذ أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذا السياق نود أن نأخذ أن ننتهز فرصة للاحتفال بالجهود المبذولة ونجاح الفريق الاستشاري للأمم المتحدة، والذي كان جوهرياً من أجل تعزيز الحوار بين النظام العالمي وبين الدوائر المحلية والحكومات. السيدات والسادة أصحاب الفخامة، أن كل دوائرنا الممثلة هنا من خلال الأطراف المتعددة، ومن ثم نود وأيضاً أود أن أدعوكم للاجتماع الذي كان في لاهاي في أكتوبر الحالي، وأيضاً نود أن نجدد التزامنا باعتبارنا لاعبين أساسيين، والحكومات المحلية لديها آمال واسعة من أجل تحقيق التنمية والحد من الفقر والجوع والعمل من أجل حماية كوكبنا وبناء السلام والحوكمة الرشيدة. نحن لدينا آمال واسعة والتي تسعى لتحقيق الأمل والأمال أجيال المستقبل من خلال شراكات وبناء السلام وتحقيق الإنصاف والعدالة. ونحن مقتنعون تماما بأن جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة البشرية أن مزيدا من المشاركة مطلوبة، وهذا ما نفكر بشأن حين نسمع جملة أن كل الأمور تبدأ محليا وأنها تبدأ بنا جميعا وتبدأ الآن. شكرا سيداتي والسادة على حسن الاستماع.